بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وجودنا اليوم في محافظة أربيل إقليم كردستان العراق العزيز هو للمشاركة في إصدار التقرير الأول لاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الخاصة بهيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، وهذا جانب. وجانب آخر هو لإعطاء الصورة بأن هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان هي مؤسسة واحدة، نحن عراقيون نعيش تحت مظلة بلدنا الواحد العراق، ونعمل جميعا لمصلحة هذا البلد ومكافحة الفساد في أي مكان من مناطق العراق. هو مسؤوليتنا مشتركة سواء كان هيئة النزاهة الاتحادية أو هيئة النزاهة في إقليم كردستان. توحيد الجهود أصبح أساسا في نجاح عملنا، وإن شاء الله نحو مستقبل زاهر وتحقيق متطلبات هذه المرحلة أن يحصل التغيير والإصلاح الجذري في هذا البلد نحو نزاهة ومكافحة حقيقية للفساد بعدما أكل الفساد وشرب ولا زال يأكل بالعراق. طبعا اليوم تكلمنا بالمؤتمر، هي ما كان هذا المؤتمر موعده الآن، كان أساس نعقد هكذا مؤتمر من هيئة النزاهة في بغداد، لكن احنا لدينا هيئة النزاهة في بغداد وهيئة النزاهة هنا في الإقليم هي واحدة، سواء وقفنا هناك أو وقفنا في هيئتنا هي واحد والمكان واحد وهو جميعها أرض العراق. لكن اللي خلانا قدمنا المؤتمر وسنعطي جزء من مما كنا قد قررنا سابقا ذكره هو بث في فجر هذا اليوم مقطع لأحد الأشخاص يتكلم على أنه رئيس هيئة النزاهة يبتز في ميسان الدوائر للحصول على قطع الأراضي. وطبعا هذا المقطع هو ابتزاز بائس من شخص رذيل بائس. ليش؟ لأن أنا في ميسان لا أملك إلا قطعتي أرض، واحدة في حي النداء استلمتها كتخصيص من موظفي الدولة منذ عام 2008 أو 2009 وباقي لحد الآن في حي النداء في ميسان، مساحتها 211 متر، والقطعة الثانية مساحتها 600 متر أعطيت إلينا عندما كنت رئيس لمحكمة إسلام ميسان عضو مجلس الإسلام استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 380 لسنة 2021 أيام حكومة الكاظمي السابقة. وهذه القطع أعطاها رئيس الحكومة السابقة لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا والوزراء لشراء الولاء، وقبلناها والجميع استلم 600. ولذلك هاتان هما قطعتان وحيدتان أملكها في ميسان، وبالإضافة إلى داري التي بنيتها بيدي. أقول لو كانت لي غير هذه الأملاك في ميسان فهي مستباحة للمواطنين، وإذا أثبت لي أي شخص كان أني أملك قطعة أخرى سواء بصورة قانونية أو غير قانونية، أمامكم والله سأتمدد في أكبر شارع في ميسان لكي تدوسني أقدام أبناء ميسان الشريفة. والله وبالله ميسان من طبيعتها كلها فضات. أطرح لكم بس مثال واحد هو مشرف لميسان والعراق في مجال القضاء الشيخ الحاج حاتم كاظم السدخان البهادري. تعلمت من هذه الشخصية الكريمة الكرامة والنزاهة، وكان الفراضات في ميسان تعقد في داره ويصدر أحكام هي ليست تشرف ميسان، تشرف كل العراق. وهكذا كل أسنا في ميسان والعراق ونحن في مدينة ميسان واحد يعرف الآخر.
فمن أطلق هذا المقطع البغيض الذي سرق هواتف القضاء الطرفين حالياً يعرف الحالة، وهو يشاقي أو يمازح صديقه بائس، والله بائس، على الرغم من أنه يشغل منصب مقدس. هذه واحدة. اليوم وبهذه الحالة نعلن بداية معركة الفساد الحقيقية، والله بالله. وسأذكر لكم المنطلق. اليوم أنا كهيئة نزاهة على المحك مصداقيتها على المحك، أريد أن أثبت مصداقية هيئة النزاهة وبداية المعركة. أطلب من مجلس النواب العراقي الموقر يستضيفني السبت، الأحد، الاثنين خلال الأسبوع القادم استضافة رسمية، وبعدها أما تثبيت أو عزل. ويسألني أولا عن جريمة السرقة الأمانات الضريبية أو ما تسمى بسرقة القرن. النقطة الأولى، أحيل المتهم زهير نور زهير جاسم المظفر على محكمة جنايات الفساد المركزية بقضية واحدة وفق المادة 444 على 11 من قانون العقوبات. محتوى القضية مزور 114 صك، كل صك سرق به مبلغ من المال. وفق القانون علينا أن نفتح له 114 قضية، بمعنى علينا أن نحكم عليه بعقوبة المادة اللي هي 7 سنوات، 114 حكم. هنا أريد البرلمان يسألني، يقول لي ليش حلتوا شاب قضية واحدة؟ ليش اختزلتوا 113 جريمة ضميتوها وحلتوا بس بقضية واحدة وعن جريمة واحدة؟ هنا راح أجاوب البرلمان، ما راح أجاوب هنا. وهنا يحتاج يحضر معاي في البرلمان كاستضافة قاضي تحقيق مكافحة الفساد، اللي هو أيضا قاضينا قاضي الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي ضياء جعفر لفتة، بالاسم والتشخيص، لأنه العملية بياناتنا ولا تخرج مني أو منه، أما من الهيئة التقصير أو منا التقصير، واحد من عندنا وهو القانون يحكم. فإذا أولا البرلمان يسألنا ليش 114 جريمة صارت جريمة واحدة؟ هاي واحد، هذا واحد. اثنين، أنا منذ باشرت بالهيئة تابعنا نور زهير جاسم ووجدنا لديه جرائم أخرى في البصرة. الجريمة الأولى هو سرقة 724 دونم في منطقة الشط العرب، أرض وزارة المالية وهي ذات قيمة عالية جدا، سجلها نور زهير بأسماء أشخاص وهمية وبمستمسكات مزورة، وبعد تسجيلها باسم هؤلاء الوهميين تم نقلها إلى اسمه. رقم القضية 2175 على قاف 1/2023. هذه القضية صدرنا بها أمر قبض في البصرة على المتهم نور زهير جاسم، بين ليلة وضحاها نقلت إلى بغداد. وين نقلت؟ نقلت إلى القاضي ضياء جعفر لفتة، واختفت واختفت. اثنين، القضية الثانية اللي بالبصرة فتحناها نور زهير المرقمة 1293 1/2023، هذه نور زهير سرقة أخرى يسموها سرقة الودائع الجمركية والأمانات الجمركية، وطبعا أكثر من تريليون اللي ثبتنا. بعدين أقول لك القصة شنو. كان نور زهير مسوي وكالة باسم محامي، إنه هو محامي ويسحب الأمانات الجمركية والودائع الجمركية.
الودائع الجمركية بضاعة تنباع بالميناء لأن ما يراجع عليها شخص، وتودع أموال حسابات بالميناء كأمانة، والأمانات الجمركية تودع حتى يستوردون بها بعض الأمور بالجمارك بصرة. هذه وهذه كان بهذه الوكالة اللي مسوي روحه محامي، هو طبعا طلع باللقاء قال أنا ما مكمل دراسة، قال كنت في كلية ما نقبلها والله، وان فتح علينا قضايا ما نقبلها والله. بدأنا المعركه ولا بد ان تنتهي على خير، وان لم تنتهي على خير فقروا على العراق السلام. القضيه الاخرى، لدينا اخبار برقم 3468 على خا واحد على 2024. شو يقول الاخبار؟ يوم راح تودون للسجن. الاخبار يقول انه القاضي ضياء جعفر لفته مستلم قطعة أرض وهي المرامة، يعني ترين احنا نحقق في شخص واحد متنفذ؟ لا يجوز، يستخدم سلطة ضدنا لأن احنا مستضعفين، هيئة النزاهة مستضعفة. هاي قطعة مالته، ماخذ قطعة لأنه عسكري، رقم القطعة 18 على 12142 على 13 عامرية، صارت تحقيقات بأمانة العاصمة وبمجلس الوزراء وثبتوا انه هاي القطاع طبعا هم منح الكاظمي لشراء الولاءات. هذا كتاب أمانة بغداد دائرة العقارات 11935 في 1/8/2024، يقول لهم تعالوا راجعوا ثبتوا انتم عسكريين كنتوا. القرار اقراركم اياه 168 اللي ما قرار 168 لسنة 2014 من عقده 13 في تاريخ 1/4/2014 الموافقة على ضوابط تكريم العسكريين والمدنيين وذوي الشهداء خلال العمليات العسكرية وكما يلي المشمولين. يطبق قرار مجلس الوزراء رقم 35/2014 على الفئات الآتية، هو الفئات الضباط ونواب الضباط والمراتب في الجيش، الضباط والمفوضين ومنسوبي قوى الأمن الداخلي، المدنيين المقاتلين في ساحة الميدان جنبا إلى جنب مع الجيش وقوى الأمن الداخلي. هذا القرار يطبق بس على ذولا. شلون القاضي أخذ وياهم وقطعة متميزة ومليارات؟ زين احنا سوينا جريمة من جان أخبار وحققنا عليه، ليش مستضعفين؟ لمن نروح؟ بمن نستنجد؟ يرسل على إضبار تميسان مع القطعة 600 ويجيب الموظفين يوقفهم صار يوميا، وياخذ تليفون مدير التسجيل العقاري مال ميسان ويطلع منه المقطع اللي البارحه انبث اللي هو يتكلم مع القاضي اسمه حارث جبار عبد الحسن ويقول القاضي حيدر اللي بتسبيل الناس. تقبلها القاضي سويج؟ يصير؟ من يحمينا؟ من يحمي حقوقنا؟ ضيع سمعتي، ضيع سمعتي. صار كم اسبوع يبث علي اوامر قبض راح تصدر، صار ما صار يبث علينا، ما عندنا مواقع احنا، ثق بالقران بس الله يدري بينا.
لا عندنا موقع NBFB، لا هسه نعرف البارحه شلون بثها هو. هذا انه التليفون عنده مال البارحه مال الاستاذ علي قاسم وهام مدير تسجيل ميسان اللي مختفي من البارحه عنده، والتليفون عنده مال الاستاذ علي قاسم، والقاضي داز علي القاضي الجمالي حق وصال، وهكذا الحال. هكذا الحال. زين نجي بقيه تفاصيل قضيه الامانات الضريبيه. يا ابويا صار عنده سنتين موقوفين ناس موقوفين. تذكر اسمهم بعد ايش؟ والله ننسجن بشرف ولا نقبل ان نتستر على هكذا حالات. الموقوفين صار سنتين. اسامه حسام جوده قام مدير عام الضرائب، وضياء عبد الخالق علي، وسلام صاحب عبد علي من غير المكافئين. يعني هاي صار سنتين موقوفين، ليش ما يحالون؟ ليش ما يحاكمون؟ شنو النتيجه؟ زين احنا لدينا بالامانه الضريبيه اكثر من 30 متهم. شنو مصير القضايا؟ وين رايحه؟ ما ندري. زين هي محسوبه على هيئه النزاهه واحنا لا علاقه لنا بها. لم نستلم فلسا عنها، لم نقل حتى الوصف القانوني هيثم الجبور وغيره حسابات اخرى. هذه انا هنا هسه هاي وحده. ايش مطلوب عندنا هنا؟ مطلوب من مجلس النواب الموقر يستضيفني ويستضيف هذا القاضي، واطلب من معالي الاستاذ سياده رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم قاضي فائق زيدان ان يدعم هذا المقترح، ان يدعم هذا المقترح، وان يامر القاضي بالحضور الى مجلس النواب بعد ما تثبت الجلسه، ونعقد جلسه علنيه، راي مقابل راي، كلام مقابل راي، حتى نوصل للحقيقه. اكو شيء صعب؟ اذا بقيت انا هكذا افعل، وايش قد ما اقدم ملفات. زين اضيف لك ملف اخر واللي يتعلق بالسرقه سكك الحديد. احنا هذا كشفنا السرقه اللي هي بيها خساره وسرقه للعراق 18 مليار دولار. 18 مليار دولار. الشركه المتعاقده مديرها اسمه مثنى مهدي عطيه، يقال انه هذا تابع الى نور زهير، ما نعرف. بس عموما هاي القضيه بيعت بيها سكك العراق بالكامل، كانما انقلاب على العراق لنعود ان نسير بالعربه. زين كملنا احنا، انطيناها لسياده القاضي جعفر لفته، صار شهرين ما عندنا نتيجه بيها، على الرغم من خطورتها واهميه ما بيها من سرقه تسوى سرقه القرن الف مره. 18 مليار دولار ما نعرف وين راحت. وهو الانظار، هذا الموضوع امام انظار سياده رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم حتى يحقق فيه مع قاضي معنا. زين نفس ضياء، احنا عندنا مشتكي علينا محافظ واسط على هيئه النزاهه، هذا الكتاب ماله، كتاب محافظة واسط رقم 15279 في 18/4/2024. يقول المحافظ، يقول الهيئة من سوت عملية ضبط بالسيطرة ضبطنا ذول الموظفين اللي ياخذون فلوس من اللوريات والتريلات اللي ما الحصول اللي تجي. يقول الهيئة هانت شرف محافظتي وعندما نشرت عملية الضبط، فجاي مقدم طلب. طبعا الطلب مقدمه سياده رئيس المجلس القضاء الاعلى الموقر، سياده رئيس المجلس سمى محرك علينا شكوى، مجلس القضاء الاعلى مكتب رئيس المجلس رقم الكتاب 523 على مكتب على 2024 في 28/4/2024، تحريك شكوى جزائيه ضد الهيئه. ليه نشر؟ احنا الهيئه ترعى الشفافيه، شغلتنا الشفافية، احنا هيئة مستقلة لا نراقب إلا من مجلس النواب. وين رايح هو؟ محالين هم أيضا على القاضي ضياء جعفر لفتة. زين قلنا له يا أنت مو مختص ضياء، شنو تحقق أنا؟ هاي إذا تريد نشر تروح لمحكمة النشر.
تريد غير شيء ليش انت تحقق بيها؟ ما لك علاقة. كتب لنا ما كتب لنا. زين اذا شفنا شعبنا يقول لا تنشر الحياة ما تنشر بعد. ما نخليها مثلا نرجع ضبابية وغرف مظلمة وحتى يبقى الفساد يعشعش وحماة الفساد جالسين على الكراسي بضغط الفساد. لأن ما تشيل البقات. عموما نعيد الكلام ونقول على مجلس النواب العراقي الموقر حاليا مسؤولية. أما يثبت أنه هيئة النزاهة تجامل الفاسدين خاضع للفاسدين رئيسها يسرق قطع العالم يقطع يسرق الأراضي كلاوتشي مبتاز أو بالعكس. وثانيا يسألنا عن ذن القضايا وين راحت؟ شنو دور مجلس النواب يا أخوان؟ يحمي أموال الناس ومستقبل الدولة البرلمان هو اللي يقود الدولة. فإذا أنا أترجى سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق يوافقنا ومجلس النواب العراقي يعقد جلسة قريبة وتكون جلسة علنية نتناقش بها نحن وسيادة القاضي على رأس نقصة ضياء هو يتكلم ونتكلم حتى لا يكون اتهام باطل إليه ويقول الحقيقة ونقول الحقيقة. نعم أي. بما انه حضرتك تحدثت عن بعض الشبهات وتفاصيل القضايا دائما ما يتم فيها اختلاف واضح الى تقدر في ميزانيات الدول، فبالتالي هل هناك من وجهه نظرك بان مجموعه من المتنفذين هم يحاولون الضغط على القضاء لاثاره مده اخرى يريدون منها النيل يعني الحفره المفرده بالجنابه؟ لا احنا نقول هذا الامر شخصي، ما نقول كمؤسسه عامه، احنا هذا القاضي اللي يعمل معانا. واحنا نتمنى مستقبلا من سياده رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم انه قضاة النزاهه اللي يعملون معنا سنويا يستبدلون حتى هاي العلاقات يعني لا تاثر، لانه صاحب القرار التاثير عليه مشكله، لان هو اللي يصدر لي القرار، اذا تاثر القرار ضاع عملي كله يعني جهدي كله. لذلك احنا مع احترامنا لكل قضاة، القضاة قدموا الكثير للعراق ولم يقصروا، لكن حتى القاضي ضياء جعفر لا نتهمه اتهام، احنا لا نقول احنا مجلس النواب يستجوب لنا اثنين يسالنا ويقول لنا هاي القضايا شلون تنحل شغلتين؟ ليش هاي الحاله الصايره؟ قولوا لنا احكوا لنا وين الوضع مالكم؟ هكذا الحال. بالنسبه للموانئ احنا لا زالت تحقيقها في خابرتنا في الاخبارات لا زالت غير ناضجه حتى لا تخرب من عدة ساحه استباقيه وما شنو فقد تكمل احتماليه احتمالية كبيرة لأنه نفس الاسم هذا المتكرر. هذا نفس الاسم متكرر والشركة الطويلة عريضة ما أعرف اسمها، أنا أول مرة شركة أعرف تشتغل كل الشغل. يعني شو ما تقدر تشتغل، تشتغل زراعة صناعة. على طاي مجمع تهران في فرات في الآن ذكرت حضرتك قضية النشر، مسألة النشر هل هي جزء من واجباتكم؟ قانونياً أنتم مكلفين بالنشر؟ نعم. أم تجاوزتم عن قانون؟ إذا كان قانوني اي شيء يمنع القانون من تنفيذه؟ الان انتم تقول انه لماذا تريدون ان تخفي الحقائق؟ هل قانونا من واجبكم النشر؟ نعم. من واجبات هيئه النزاهه بالنسبه بقانونها وكذلك بالعوده الى اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد اللي صادق عليها العراق او انضم لها العراق بالقانون رقم 35 لسنه 2007 انه ملزمين انه نشارك المواطن بالعمل وكذلك ملزمين ان نعمل بشفافيه ونرغم المؤسسات ان تعمل بشفافيه. نشر القصص هسه ارجعوا هسه المملكه العربيه السعوديه واي دوله اخرى شوفوا نشر الفساد ايش قد يوميا تنشر، لان هذا مطلب عالمي مو محلي. بالاضافه الى ذلك يعني ما لا يوجد مانع قانوني يمنع. ثانيا احنا هيئه النزاهه بالاستناد بالمادة 3/8 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل هي اللي تضع السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفذها. احنا من ضمن سياسة الهيئة هي نشر الحقائق للمواطن، وانا قلت له يا مواطن هيئة النزاهة في هذه المرحلة هي عينك على المسؤول.
فلا بد ان نكون عين المواطن على المسؤول. احنا طبعا من الدليل الاخير كل ملفات استرداد بعد ما نحصل موافقه بالنشر الحمراء من الساده القضاه تبدا من القضاء يقدم طلب ويوظفونا نروج مباشره ونتابعها بالانتربول العالمي انتربول العراق زائد الانتربول العالمي. احنا طبعا انتربول العراق جيد جدا بالمتابعه والعلاقات الدوليه ومتعاونين معنا وتنشر على الدول اينما وجد يقبض عليه. فلذلك هذا امر يعني مستمر واحنا قاعد نسترد متهمين كثار. انتربول العالمي يسترد متهمين قاعد ان للنزاهه بالتعاون معه وكذلك يسترد متهمين اخرين في قضايا ارهابيه وقضايا احتيال وقضايا كثيره. فاذا العمليه مستمره ما بيها مشكله هذه والدول قاعد تتعاون لاسترداد متهمين، شو استرداد الاموال صعب. اما المحاكمه فهي للقضاء والقضاء على راسي مبجل وذو قيمه عاليه والقرار للقضاء حر ونحن نقتنع بقرار القضاء كيفما قال. احنا ما احنا اليوم مشاركين في الاستراتيجيه اللي في هيئه النزاهه، لكن اللي اثارنا البارحه المقطع اللي فجرا اللي مقطع اللي بث وانا عرفت شلون البث، فحقيقه مو اغاضني وانما خلاني ارجع نفسي. يعني احنا وين؟ لا لا ما انا الناس ما ابحث عن هذا لانه قرار ليس بيدي. لا بالوحدة. بالوحدة يعني هو الدولة. لا 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 لا. شلون أخذ هاي القضية وهاي أموال الشعب؟ إي هاي الأموال ما أخذها وحدة. نور زهير عبارة عن العربة التي حملت فيها الأموال. شكون اللي وراهم؟ هو أكيد في القضية موجودين، أكيد موقفين لا، أكو بعد ما وصلوا لحد الآن. سيد القاضي كيف تعملون على الرشوة في المؤسسات العراقية احنا الرشوه احنا اول عندنا استبيانات نطرحها للدوائر نطرح استبيانات شهريه للدوائر اللي حتى المواطن يعطي رايه انه تعرض للرشوه ولا لا، اللي المواطن يركز لنا على دائره يقول بيها رشوه نقوم نركز عليها احنا نتابعها تحقيقيا حتى نضبط موظفيها، اللي ما بيهم اللي ما بيها الان نتركها مو مثل اللي بيها رشوه اللي يبين يكتب لنا المواطن بالاستبيان. نعم لا ما اقدر ما اقدر اعطيك انطباع، ما عندي فد اثبات في الموضوع وانا ابرئ القاضي احتمال لا هي مجرد هذا العمل وهي مجرياته في باله يعني جزء ما اكو هذا القصد اللي تحكي عليه انت. لكن هو هم صلاحيه القاضي هو استاذ ضياء يعني هو شيء قدره لذلك يعني الامر يمه ممكن يسال عنه هو هم جاوب احدى اللقاءات مع حقيقه القرارات الشرقيه القاضي وقال انا كفلت لهاي الاسباب فهو بعد يسال عن قراره.